الآن وصلنا إلى منطقة الريست، المنطقة الحد الفاصل بين الفور آرم والهاند. في هذا الحد كان يوجد مجموعة structures مكونة الـ components of the wrist. كان في joint وكان في fascia around هذه الأريا تعرف باسم الريتيناكولا، واحدة فليكسور واحدة اكستنسور. كان هذه الريتيناكولا في مجموعة structures بتعدي من فوق منها superficial يعني، ومجموعة structures بتعدي deep فتعمل لها passing across it. وأخيرا كان الجزء الأخير في منطقة الريست هي الأناتوميكال سناف بوكس. هنبتدي نتكلم على الديب فاشيا الراوند ذا ريست. الديب فاشيا الراوند ذا ريست كانت موديفايد في صورة تو باندز يعرفهم باسم الريتيناكيولا ومفردها ريتيناكيولوم، واحدة على الفليكسور سايد يعني في الأنتيريور سيرفيس أوف ذا ريست، والأخرى على الباك أوف ذا ريست. اللي على الانتيريور سيرفيس اسمها فليكسور ريتيناكولوم، واللي على الباك اوف ريست اسمها الاكستنسور ريتيناكولوم. نرسم الخريطة العظمية بتاعتنا. هنبتدي اولا بالفليكسور ريتيناكولوم، يعني نبتدي بالانتيريور سيرفيس اوف ذا ريست اللي عليه الفليكسور ريتيناكولوم. اذا هذه الخريطة العظمية لمنطقة الفور ارم والريست والهاند بنقول عليها منطقة امامية، فيو امامي. ايه دليلي على ان ده الفيو الامامي؟ نبتدي من فوق. اللور اند اوف ذا هيومرس من الامام كان عليها 2 فوسي، على الميديال سايد في كورونويد فوسي وعلى اللاترال سايد في ريديال فوسة، وايضا على الفرونت اوف ذا ابر اند اوف النا كان في عندي رف امبريشن اسمه النر تيبروزتي، مش ده اللي كان بيحط فيه الانسيرشن اوف ذا بيركيالز؟ مظبوط. وكان هنا في لاين كمان على الريدس اللي هو الانتير اوبليك لاين، ما لقيتش فيه داعي ان انا ارسمه، يكفيني. عاوز احدد الاتجاهات، فين الميديال وفين اللاترال. لو نيجي ننزل تحت هنقول ان او من فوق، نبتدي من فوق لاترالي اد الريدياس، ميديالي الالنا. طب نبتدي نشوف من تحت، هننتهي تحت هنجد هنا ان البيج فينجر اللي اسمه الصمب او البوليكس هو قاعد لاترال، والليتل فينجر قاعد ميديال. اذا الاتجاه ده ميديال وهذا الاتجاه لاترال والسطح كله انتيريور سيرفيس. تعالوا نشوف فين الفليكسور ريتيناكولوم. الفليكسور ريتيناكولوم دي عباره عن ثيكند باند اوف ديب فاشيا موجوده على الانتيريور سيرفيس اوف ذا ريست ريجون. دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها تعمل كيبنج، ما من اسمها ريتيناكولوم جايه من ريتين، وريتين يعني كيب، فيسموها الاستراكشر ذات كيبس ذا لونج فليكسر تندونز. مين اللونج فليكسر تندونز؟ اللي هم التندونز بتاعت العضلات اللي جايه من الفور ارم ورايحه الى الفينجرز. طب دي هتعدي على منطقه متحركه ان لم تكن محكمه جيدا في مكانها. محكمه جيدا يعني ايه؟ يعني ويل كيبت ان بوزيشن، فمن هنا كيبت يعني ريتيند، فمن هنا الاسم ريتيناكولوم. هذه الفليكسور ريتيناكولوم لها اتاتشمنت، هي ستريتشز اكروس ذا فرونت اوف ذا ريست. طيب وبتحول الانتيريور كونكيف سيرفيس اوف ذا كاربال بونز الى وايد تانل يعدي من فوق منها، الوايد تانل فوق من البونز وتحت من الفليكسور ريتيناكولوم. تحت من يعني ديب يعني بوستيريور، يبقى هذا التانل اللي بيسموه كاربال تانل يقع ديب للفليكسور ريتيناكولوم او سوبرفيشال الى الكاربال بونز، يعني نفق قاعد تحت الفليكسور ريتيناكولوم. الاتاتشمنت هنقول ميديالي اتاتشد للعظمتين الميديال، ولاترالي اتاتشد للعظمتين اللاترال من الكاربال بونز. هو احنا فاكرين الكاربال بونز؟ دول كان 8 عظمات من نوعيه الشورت بونز مترتبين في تو روز، بروكسيمال رو وديستال رو. فاكرين لما قلنا عليهم سوسو سكافويد لازم ليونيت تلعب تريكوترام بيلي بيزيفورم تكسب ترابيزيوم تخسر ترابيزويد، كله كابيتات هزار هميت. فبنقول اول عظمتين ميديال اللي هم البيزيفورم من هنا وقدام منها يعني ديستال لها الهميت، واول عظمتين لاترال اللي هم اسكافويد
وترابيزيوم. إذن بين الأربع عضمات دول هيحصل استريتش لهذه الديب فاشيا مكونة الباند اللي اسمها الفليكسور ريتيناكولوم. نيجي للإكستنسور ريتيناكولوم اللي موجود على الباك، يعني أنا هاخد هذا الفيو وأقلبه على الناحية التانية، قلبته على الناحية التانية عشان أنظر من الخلف، عاوز أتأكد إن ده بوستيريور فيو. هنيجي نشوف الهيومرس، الهيومرس من فوق عليها وان فصة بس من الخلف، اللور إند من الباك عليها وان فصة اسمها أوليكرينون فصة. طيب هنيجي نشوف الديب فاشيا في هذه المنطقة في الباك اوف ذا ريست، هتبقى كوندنسد في صورة سكند باند اسمها الاكستنسور ريتيناكولوم، هي سكنينج اوف ديب فاشيا ستريتشنج اكروس ذا باك اوف ذا ريست. وظيفتها ايه؟ تعمل كيبنج للتندونز اوف ذا اكستنسور جروب، وهو جاي من الباك اوف ذا فور ارم في طريقه الى الانسرشن في الفالنجيس اوف ذا فينجرز، فبالتالي يعمل له كيبنج اون بوزيشن اثناء الموفمنت اوف ذا ريست جوينت. طيب في هذه المنطقه تحت الاكستنسور ريتينوكولم هنجد مش نفق، مفيش نفق واحد كبير زي الكاربال تانل على الفليكسور، لا، في عدد من الكومبارتمنتس، عدد من الجروفز تحتها، يبلغ عدد هذه الجروفز ستة سمول جروفز يعدوا التندونز اوف ذا اكستنسور الى الهاند. طيب الاتاتشمنت من لاترالي من اللور اند اوف ريدياس وميديالي لاول عظمتين ميديالي. مين اول عظمتين ميديالي؟ اللي هي البيزي فور والهاميد. طيب من المنظر ده نقدر نحس ان في فرق؟ ايوه، الفرق الاول الافليكسور ريتينوكولم قاعده ترانسفيرس، كويس. الاكستنسور ريتينوكولم قاعده اوبليك، كويس جدا. الفليكسور ريتينوكولم ماسكه من اول عظمتين ميديال واول عظمتين لاترال، لا، الاكستنسور ريتينوكولم ماسكه من اللور اند اوف ريدياس لاترالي وحتى اول عظمتين من الكاربال بونز ميديالي. الفرق الثاني، الفرق الثالث، وبسبب هذا الاتاتشمنت كانت الاكستنسور ريتينوكولم الليفل بتاعها اعلى نسبيا من الليفل اوف ذا فليكسور ريتينوكولم. طب تعالوا نشوف الحاجات اللي بتمر من تحت الفليكسور والاكستنسور ريتينوكولم. نبتدي اولا بالاكستنسور ريتيناكولوم. بنقول الاكستنسور ريتيناكولوم اللي هي كانت قاعده اوبليك اهي على الباك اوف ذا ريست، بترسل عدد من السبته يبلغ عددهم خمسه سبته، وتقسم السبيس اللي تحتها الى سته كومبارتمنتس يعدي منها بعض من التندونز اوف ذا ماسلز اوف ذا باك اوف ذا فور ارم كالتالي. اذا انا عندي سته كومبارتمنتس، اتجاه العد بالنسبه للهاند بيكون من اللاترال تو ميديال، على عكس الفوت. الفوت احنا شرحنا قبل كده قلنا اتجاه العد بيكون من ميديال للاترال، اما بالنسبه للهاند اتجاه العد الطبيعي من لاترال لميديال، يعني الفيرست هو اللاترال، فالفيرست كومبارتمنت هي اللاترال كومبارتمنت، السكند اللي تليها وهكذا لحد السكس كومبارتمنت اللي هي الفيفث كومبارتمنت. هنبتدي اولا بالفيرست كومبارتمنت، يعدي من تحت الفيرست كومبارتمنت عدد من اتنين تندونز للابدكتور بوليسس لونجس والاكستنسور بوليسس بريفيس، هذه الكومبارتمنت الاولى. الكومبارتمنت الثانيه اللي قاعده ميديال، لا احنا خلينا كده عملنا اللاترال لميديال. الكومبارتمنت الثانيه بيعدي من تحتها اتنين تندونز، تندون اوف اكستنسور كارباي ريدياليس لونجس وتندون اوف اكستنسور كارباي ريدياليس بريفيس. افكركم الريدياليس لونجس اللي كانت واصله للسكند ميتاكاربال، والريدياليس بريفيس اللي وصل للثيرد ميتاكاربال. الكومبارتمنت الثالثه هنجد فيها تندون واحد فقط رايح للصمب، رايح للبوليكس، اسمه اكستنسور بوليسز لونجس، دي الكومبارتمنت الثالثه. اما الكومبارتمنت الرابعه فيها اثنين تندونز، التندون اوف ذا اكستنسور ديجيتورم، وعلى السايد بتاعه قاعد التندون اوف ذا اكستنسور انديسز. تحت منها كمان في ارتري ونيرف. الارتري هو انتيريور انتر اوسياس ارتري،
والنيرف اسمه بوستيريور انتر اوسياس نيرف. طب البوستيريور انتر اوسياس نيرف احنا فاهمين المنطقه دي اكستنسور ريتانيكولام يعني من الباك، والنيرف من الباك رايح للباك. طب الارتر ده اسمه انتيريور انتر اوسياس، ده من الفرنت. ايه اللي جابه للباك؟ افكركم الارتري ده كان واحد من البرانشز اللي طالعه من الالنر ارتري، من الكومن انتر اوسياس من الالنر. ده كان ماشي في الفرنت اوف ذا فور ارم. ايه اللي جابه هنا عند الابر بوردر اوف برونيتر كوادريتاس؟ من الفرنت اخترق الانتر اوسياس ممبرين ورجع للباك ومشي في الفورس كومبارتمنت مع الاثنين تندونز، التندون بتاع الاكستنسور ديجيتورم والتندون بتاع الاكستنسور انديسيس. الكومبارتمنت الخمسة فيها تندون واحد بس لعضلة واحدة بس، هو الاكستنسور ديجيتي مينيمي اللي كان ايضا بيلتحق بالاكستنسور اكسبانشن اوف ذا اللي هو الانسيرشن الاساسي بتاع الاكستنسور ديجيتورم. اما الكومبارتمنت السادسة والاخيرة اللي هي الموست ميديال فكان فيها تندون لعضلة واحدة بس، هو التندون اوف ذا اكستنسور كارباي النارز. كده دي ستة كومبارتمنتس قاعدين تحت الاكستنسور ريتيناكولم، تكونهم بفعل وجود فايف سبتة طالعين من الاكستنسور ريتيناكولم وبيتصلوا الى التيوبركلز اللي على الراديوس. طيب اذا جينا نشوف بعد كده مجموعة الاستراكشرز اللي بتعدي من فوق ومن تحت الاكستنسور ريتينيكولوم، فادي في هذا المقطع هنا احنا قطعنا الهاند عند مستوى الريست ريجون، فلقينا هنا الالنا يبقى ده الميديال دايركشن، ولقينا هنا الريدياس وده اللاترال دايركشن. فهنجد هنا الديب فاشيا اللي بتكون الفليكسور ريتينيكولوم من الفرونت والاكستنسور ريتينيكولوم من الباك. فهنا ايه تعالوا نشوف الاستراكشر. ادي بعد كده فوق من الفليكسور ريتينوكولم والاكستنسور، فوق من يعني سوبرفيشيال، فسوبرفيشيال للفليكسور ريتينوكولم هنجد السوبرفيشيال فاشيا والسكن، وسوبرفيشيال للاكستنسور ريتينوكولم نجد السوبرفيشيال فاشيا والسكن. تعالوا نشوف اولا مين هي الاستراكشرز اللي بتعدي سوبرفيشيال للفليكسور ريتينوكولم من ميديال للاترال. فهنجد الموست ميديال التندون اوف ذا فليكسور كارباي النارز، والفليكسور كارباي النارز هي العضله اللي كانت بتحتضن النيرف اليتيم على اللاترال سايد بتاعها اللي اسمه الالنر نيرف، وهذا النيرف اليتيم كان حزين فبيكان بيجي يونسه هنا ارتري هو اسمه الالنر ارتري. اما هنا فكان في تو كيوتينيوس نيرفس بيسموهم بالمر كيوتينيوس نيرفس اوف ميديال نيرف، وما ننساش التندون الوحيد للعضله الوحيده اللي كانت قاعده سوبرفيشال للفليكسور ريتينوكولم هو التندون اوف ذا بالماريس لونجاس ماسل. وبعد كده ندخل على مجموعه الاستراكشر اللي بتعدي ديب لمين؟ ديب يعني بوستيريور تو ذا فليكسور ريتينوكولم في قلب الكاربال تانل. هناخدهم بقى المره دي من لاترال لميديال، فهنجد في سبيشيال تانل من تانل. يعني ايه تانل من تانل؟ كل التانل النفق الكبير ده اسمه كاربال تانل، كل ده اسمه الكاربال تانل. هذا الكاربال تانل في تانل اخر متفرع منه هو بيعدي في الفليكسور كارباي ريدياليز، وبعد كده هيعدي في هذا التانل الفليكسور بوليس لونجاس، وبعد كده التندونز بتوعه الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليز والبروفاندس، واخيرا ملك الكاربال تانل اللي هو الميديان نيرف هيعدي في وسط هذه التندون متفردا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اما بالنسبه لمجموعه الاستراكشرز اللي كانت بتعدي سوبرفيشال الاكستنسور ريتينوكولم فكان من لاترال من ميديال للاترال، البازيليك فين موست ميديال والسيفاليك فين موست لاترال. اللي بيعدي بقى ديب للفليكسور للاكستنسور ريتينوكولم هناخدهم في الكومبارتمنتس. الكومبارتمنتس بتاعتنا احنا مقسمينهم من اتجاه اللاترال لميديال، فالفيرست كومبارتمنت كان بيعدي في الابتكتور بوليسس لونجاس والاكستنسور بوليسس بريفيس، السكند الاكستنسور كارباي ريدياليس لونجاس اند بريفيس، الثيرد كومبارتمنت في الاكستنسور بوليسس لونجاس، الفورث كومبارتمنت كان فيها الاكستنسور ديجيتورم والاكستنسور انديسيز والايه
البوستيريور انتروسيوس ارتري والانتيريور انتروسيوس نيرف. الفيفث كومبارتمنت فيها الاكستنسور ديجيتي مينيمي، والسيكس كومبارتمنت كان فيها الاكستنسور كارباي النارس. الاناتوميكال سناف بوكس الجزء الاخير من منطقة الريست ده عبارة عن تريانجولر اريا قاعد على اللاترال سايد اوف ذا ريست ريجون، في المكان ده بالظبط. الحدود بتاعته في انتيريور او لاترالي هنجد اتنين تندونز، تندون اوف ابدكتور بوليسس لونجس وتندون اوف اكستنسور بوليسس بريفس، و بوستيريور او ميديال هنجد التندر اوف ذا اكستنسور بوليسس لونجس. وجود الاثنين تندونز انتيريور والتندون ده بوستيريور هيحجزوا بينهم تريانجولار اريا، هيسموا هذه التريانجولار اريا الاناتوميكال سناف بوكس. الفلور بتاعها كان بتشكله عظمتين اتنين، اللور اند اوف ريدس من فوق والسكافويد بون من تحت. في الفلور بتاعه بيمشي الريديال ارتري، في الروف بتاعه بيمشي السيفاليك فين. كده نبقى خلصت الاناتوميكال سناف بوكس وخلصت منطقه الريست ريجون.